طيب يلا بينا تعالى ناخد حاجة اسمها الووتر سايكل. الووتر سايكل يا جريد 3 هي عبارة عن دورة المياه. يعني ايه دورة المياه؟ ركز معايا هنا. دورة المياه ده هي بيقول ان المياه كأنها بتدور في دورية. مش فاهم؟ طب ركز معايا نشوف اللي هيحصل. بصص على البنت اللي هناك ده، هي البنت اللي هناك ده اسمها جودي. بص يا يحيى بتعمل ايه؟ ده ماسكة طبق مليان مياه. ايه ده؟ ده واقفة في البلكونة. بص بتعمل ايه يا لارا؟ ده دلقت المية كلها في الشارع مفترية. ايه ده؟ المية غرقت يحيى يا جماعة. طب معلش حقك علينا. اوكي المية دي كلها نزلت في الشارع يا جنة، مركزة يا فندم؟ طيب بعد كام ساعة المية دي تفتكرها تبقى لسه موجودة في الشارع؟ أمال هتروح فين؟ لا هديك معلومة أقول لك إن الأرض مش هتشفطها. أمال هي الشمس هتشفطها لفوق خالص وتطلعها للإيه؟ لإيه؟ لطبقات الجو. طيب ماشي، هي طبقات الجو دي هي باردة ولا حارة؟ لا هي باردة. فالمية دي أهو في السما فوق بتبدأ إيه؟ تتحول لسحب، صح؟ آه. ليه؟ علشان المية دي بتبدأ تبرد. طيب اتحولت لسحاب، السحابة دي بقى فيها مية ولا فيها رز بلبن؟ ما فيهاش رز بلبن يعني؟ كنا ناخد ما فيهاش ايس كريم؟ للاسف كنت فكرت ان السحب دي فيها ايس كريم. طب فيها ميه. طب ايه اللي بيحصل؟ السحابه دي لو مشيت جنب سحابه ثانيه وخبطوا ببعض ينزلوا مين؟ ميه. يعني الميه اللي جودي دي خدتها الشمس طلعتها فوق ورجعتها لها تاني. تمام يا مستر؟ تعال بقى نشوف الطريقه دي، ركز معايا. Where does water come from؟ الميه بتيجي منين؟ Water travels from the land to the sea. يعني المية ده بتتنقل من الأرض للبحر. In a process called the water cycle. في عملية اسمها عملية دورة المياه. These are the stages of the water. دي ال stages of the water cycle. دي الخطوات. يلا يحيى أول خطوة. Evaporation. Evaporation عملية التبخير. يعني إيه عملية التبخير؟ يعني المية ده أنت معايا هنا. المية ده اتبخرت منين يا مستر؟ من الطبق بتاع جودي اللي دلقته على دماغ يحيى لايه؟ لمكان تاني اهو. Let's start on the ground. يلا بينا نبدا على الارض. Heat from the sun makes water in the sun, the lakes and the rivers start to evaporate. اه طب كمان الميه كمان اللي في البحار والانهار الشمس مش ايه؟ مش هتقاها. ازاي يا يحيى؟ يعني الشمس عماله ايه؟ الميه اللي في البحار والانهار دي عماله ايه؟ تطلع فيها لطبقات السماء كل شويه، تخلي الميه اللي في النهر والبحر تقل تقل، وتطلع فين؟ لطبقات الجو. طيب، the water turns into vapor. الميه ده اهي لما بتطلع لطبقات الجو هي هتطلع كميه ولا هتطلع كبخار؟ هتطلع كبخار. This vapor rises up into the atmosphere. يعني البخار ده هو بيطلع لطبقات الجو العليا. بعد كده بيحصل له عمليه ثانيه اسمها الكوندنسيشن، التكثيف. يبقى اول عمليه في الميه اسمها الايفابوريشن. يعني ايه الايفابوريشن؟ التبخير. يعني ايه؟ يعني الميه بتتحول لبخار. الميه اللي هي السائل ده هو بيتحول لمين؟ عشان كده سموها التبخير. ايوه حاجه تحس انها بتطلع كده. برافو عليك. اه بالظبط، عاش. طيب بعد كده الكوندنسيشن. يعني الكوندنسيشن؟ طب ركز في الطريقه دي، انت ممكن لما تروح البيت تعملها. تعملها ازاي معايا يا لارا؟ هتعملها لما تروحي؟ اقول لك هتعملها ازاي. اقول لك هتعملها ازاي. مش انت بتشرب شاي مثلا؟ انت بتشرب شاي؟ مش انا بشرح. بتشرب شاي او بتشرب اي مشروب سخن، تمام كده؟ طيب جرب كده المشروب السخن ده غطيه بطبق. ايه اللي هيحصل؟ مش هتلاقي في الظهر بتاعه ميه؟ صح؟ هتلاقي فيه شويه ميه اتكثفت كده عليه، هو ده الكوندنسيشن. اه يبقى البخار بتاع الهواء اللي كان طالع ده ما لقيش حاجه تطلع فيه، فهو ليه حاجه ايه؟ قافله الطبق، صح؟ فتحولت لميه. فهمتوا ازاي؟ اهو يبقى الكوندنسيشن از اير ريزز. لما الهواء ده اهو بيبدا يطلع it starts to cool. يبقى هنا مش الاير بقى، المفروض زي ماشي زي ووتر. طيب يبقى هنا لما البخار ده هو بيبدا يطلع بيبرد. This makes the water vapor condense into drops. يبقى هنا بيحول البخار ده هو لقطرات ميه. طيب طب قطرات الميه دي بقى على الهواء بقى اللي فوق مع طبقات الجو اللي فوق بتبدا تتحول لسحب.
they join together to make a clouds. يبقى to make clouds عن طريق ان هي بتعمل ايه؟ قطرة مية جنب قطرة مية بتتحول يا جنة لمين؟ لسحب. السحابة جنب السحابة لو خبطوا ببعض يعملوا precipitation، هطول المطر precipitation. البريسيبتيشن ويند موفز ذا كلاودز ان ذا سكاي، يعني الهواء بيحرك السحب دي فين؟ في السماء. ذا كلاودز جيت بيجر اند هيفر، يعني السحب ده بتبقى اكبر مع الوقت وبتبقى ايه؟ اتقل. ازاي؟ شويه ميه جنب ميه جنب ميه جنب ميه بيعملوا سحابه كبيره، والسحابه مع الوقت بيتقل فيها الميه اللي فيها، اي خبطه في سحابه ثانيه في سحابه ثانيه بينزلوا مطر. بريسيبتيشن از وين water falls from the clouds as rain، يعني البريسيبتيشن ده هي جنة لما المية بتتحول لسحب وتبدأ تخبط في سحابة تانية. snow or hail يعني بتنزل مطر أو تلج أو صقيع. when rain falls on high ground it runs down mountains and hills as rivers this is run off. يعني ايه يا مستر محمد؟ يعني بيقول لك الميه ده هي بتبدا تنزل من السماء على الجبال او على الوديان، ومن الجبال او الوديان تنزل لمين؟ للانهار تاني. يبقى هي الشمس خدت الميه من النهر ورجعتها تاني مين؟ للنهر برضه. and the rivers start small and narrow. بيقول لك الانهار ده هي من الاف وملايين السنين كانت ضيقه وصغيره يا يحيى، مع الميه الكتيره بيحصل ايه؟ بتبدا تكبر وتوسع وتبقى غويطه. And they get deeper and wider. أهو. And they get more water. كل ما يبقى فيها مية أكتر الأنهار دي بتبدأ تبقى عميقة وتبدأ تبقى أوسع. And the rivers run to the sea. في الآخر الأنهار ده هي بتبدأ تصب فين؟ في البحار. And the cycle starts again with evaporation. يعني الدورة دي بترجع تاني. إزاي يا جنة؟ عن طريق إن المية ده هي نزلت في النهر تبدأ الشمس تروح شفطها من النهر تاني لفوق للسماء، وهكذا الدورة دي شغالة ايه؟ نهار وايه؟ كل يوم. Some water soaks into the ground. يعني ايه يا مستر؟ يعني بعض الايه؟ المية دي بتغمر الارض زي المطرة كده لما تغمر الشوارع. This ground water it flows into underground rivers and lakes. المية ده هي يحيى اللي بتنزل في الارض، مع الوقت الارض بتشربها وبتحول بتتحول لمياه تحت الارض اللي هي المياه الجوفية. This can come back to the surface as spring. يعني ايه؟ المية اللي في الارض ده هي زي مية زمزم كده، ممكن تلاقيها ايه؟ طلعت مية كده مرة واحدة، ارض طلعت مية مرة واحدة، والمية دي بقت عاملة زي بركة كده، والناس ايه؟ بتبدأ تشرب من البركة دي. زي مين؟ زي الواحة. مش احنا قلنا الواحة فيها مية؟ طب المية دي جاية منين؟ ما جاية من الارض. طب الارض دي اللي جاب الارض دي فيها ميه؟ لان المكان ده كان فيه ميه من سنين طويله قوي، والميه متخزنه تحت الارض عماله كل شويه تطلع. Spring can become river or lake. يعني النبع ده هو او البركة الميه دي ممكن تبقى كبيره تتحول لبحيره قد الشارع ده كله، او ممكن تكبر اكتر وتتحول لايه؟ لنهر. And the water evaporates and the cycle starts again. يعني المية بتبدأ تتبخر وترجع مرة تاني وتالت تاني. ارجع معايا تعالى نقرأ الوردس اللي هي في 180. repeat after me. fresh water deep water cycle water water vapor atmosphere evaporate condense precipitation the Dead Sea, hail. هات اللي بعده. Salt water, experiment, picker, wind, hell, liquid, float, region, squeeze, process, surrounded by, join, run down, stages turn into raise up narrow start ocean vapor. لسه مكمل معاك. There are two types of liquid water. يعني في نوعين من الميه السائله، الميه اللي بتنزل سائله زي اللي هي نازله من الحنفيه دي، في نوعين منها. في fresh water اللي هي الميه العذبه، وفيها السولت ووتر اللي هي المياه المالحه.
المية العذبة مية ممكن أشربها، السولت ووتر مية ما أقدرش أشربها. Rivers and lakes have fresh water. يبقى لو أنا جيت قلت لك المية العذبة زي إيه؟ هتقول لي زي الأنهار وزي البحيرات. طيب The water comes from precipitation and spring. وكمان المية اللي بتيجي من هطول الأمطار وبتيجي من الينابيع دي كلها مية عذبة. طيب المية بقى اللي في البحر والمحيطات Seas and oceans have salt water. المية دي مية مالحة. In them because rain washes minerals from the land and from rocks. يعني يا مستر لأن المطر ده هو يا يحيى لما بيجي ينزل على الجبال، الجبال دي بيبقى فيها أملاح ومعادن وحاجات كده، فالمية بتاخد الأملاح والمعادن دي معاها لمين؟ للبحر. فبالتالي البحر ده يبقى فيه مين؟ فيه الأملاح الكتيرة دي. And these minerals go into sea in rough of water. يعني في طول المطرة الأملاح ده هي بتنزل مع مين؟ مع المطرة للبحر. عشان كده البحر ميته إيه؟ ملحة. يبقى ليه البحر ميته ملحة؟ علشان المطرة لما بتنزل بتبقى مية عذبة بس بتنزل على الجبال والتلال دي اللي فيها أملاح كتيرة فبتاخد الملح معاها للإيه؟ للبحر. Rivers don't have salt water because the rain keeps fresh water moving through them. يعني يا مستر يعني الأنهار ما فيهاش أملاح علشان إيه؟ علشان المية اللي بتنزل دي ما بتنزلش على جبال أو صخور مثلا ممكن يكون فيها كمية أملاح كتير. يلا بينا تعالى ناخد آخر واحدة. في عندي مكان اسمه البحر الميت. البحر الميت ده حد عارف ليه سموه كده؟ سموه البحر الميت عشان ما فيهوش أي سمك ولا نباتات ولا حيوانات. طب ده في مفاجأة، البحر الميت ده لو أنت ما بتعرفيش تعومي مش هتغرقي. ليه؟ لأن في كمية ملح كبيرة جدا فالملح أنت هتبقى أتقل من أي مية أصلا، ما أنت هتبقى أتقل من المية فبالتالي هتبقى أنت خفيفة على الإيه؟ على الشط، يعني أنت عمرك ما هتغتسل تحت خالص. يعني أنا لما أنزل البحر الميت أنزل نفسي في الأردن هي هتطلعك لفوق زي بالظبط كأنك رميتي ورقة في المية، إيه اللي بيحصل؟ هتغطس ولا هتفضل على الشط فوق؟ على هتفضل على المية من فوق، أنت كده كأنك ورقة خفيفة بالمقارنة بالمية التقيلة اللي هناك أهو. The dead sea is a small sea. يعني البحر الميت ده بحر صغير. And it's surrounded by land. يعني هو محاط بالأرض من جميع الاتجاهات. And the water here has a lot of salt. يعني المية في البحر ده هو في كمية ملح كتير قوي. In it. Because of the salt you can float in the dead sea. يعني بسبب المية الملحة الكتيرة انت ممكن تطفو فين؟ على على ايه؟ على سطح المية. The water in an oasis is fresh. المية اللي في الواحة هي مية salt ولا fresh؟ هي مية fresh. It comes from lakes and rivers. ليه يا مستر؟ علشان هي بتيجي من البحيرات والانهار that are under the ground اللي هي تحت الارض. Ice is frozen water. أمال التلج ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن frozen water يعني مية إيه؟ متجمدة. In polar regions في الأماكن أو المناطق القطبية. When ice is formed from salt water, the salt is squeezed out and only the water freezes. يعني إيه؟ يعني بيقول لك لما التلج ده هو بيبقى فيه ملح بعد كده الملح ده هو بيبدأ يطلع بره المية والمية هي بس اللي بتتجمد. And this means the ice isn't salty. عشان كده معنى كده ان التلج ده salty ولا unsalty؟ unsalty ما فيهوش ملح. ليه؟ علشان حتى لو مية البحار اتجمدت اللي بيحصل المية اللي بس بتتجمد والملح بيبدأ يبقى بعيد عن المية لان الملح ما بيتجمدش. تمام كده؟ جربي تحطي شوية ملح كده في التلاجة هتلاقي الملح زي ما هو مش هيتجمد. And you can melt the water and drink it. علشان كده انت ممكن يا يحيى تعمل ايه؟ ممكن تجيب مية البحر وتجمدها. بعد ما تجمدها ايه اللي هيحصل؟ الملح هيجي في حتة والمية هتيجي في حتة تاني. ممكن المية دي تدوبها وتشربها بقت مية عذبة. اوكي؟ بس طبعا العملية دي عملية مكلفة جدا.